السلام عليكم، حبيت جاوب على واحد سؤال ناس قاعد يطرح فيه. علاش الطوموبيل تاكل الزيت وما تدخنش؟ علاش الطوموبيل تاكل الزيت وما تدخنش؟ تبع معايا مليح دوك نفهمك، نهضروا علميا. نفترضوا هادية، قلنا هادية زعما نقولوا لا شومبر دو كومبيسيون، وين يطلع البيستون يهبط، يطلع البيستون يهبط، هنا يمسح الزيت يكون هابط، الراكلور يمسح وهنا يمسح. كي الراكلور ما يمسحش مليح يقعد شوية زيت، هذاك الزيت ماشي حاجة كبيرة كي يتنحرق ما تشوفوش بالعين، وهنا يقولوا جوان كيد عيان سوبابا كي تفتح دير لك قطره واحده اخرى تزيد تحرق لك القطره، تسمى منا قطره ومنا قطره، واش عيصرى راح تنحرق الزيت، راح تصرى ان كونسوماسيون دويل. علاش نقولوا كونسوماسيون تكون؟ نهضروا على الناس اللي تاكلهم ريتلان في دونج في دونج، كاين اللي تاكلوا زوج ريتلات يقول بصح ما تدخنش، تدخن بصح ما تشوفهاش. وكان دير الضو في ليشابمون، الضو في ليشابمون طاكسي ديري تشوفها هكذا شويه حاجات خفيفه خارجه، خاطش علميا ما كاش منها تاكل الزيت وما تدخنش، ما تشوفوش دخان برك، خاطش دخان صغير. وقتاش يولي دخان قوي؟ كي تولي تاكل لك ريتلا في النهار، تولي انت شوايه تما خلاص، تولي شوايه تولي تمشي تزيد ليسونس وتزيد تزيد. بصح كي تكون غوت ا غوت ما راهيش رايحه تبان بالعين، بصح الطوموبيل يدخن ما تشوفهاش انت. بصح لو كان تنحي الكوليكتور وتعسها تشوف شويه دخان خارج، علاش؟ تحرقت شغل دوك، كي انت تحرق ريت لا زيت غيكون دخان كثيف، كي تحرق قطره زيت حيكون دخان صغير. تسمى علميا تحرق تاكل زيت تدخن طوموبيل. عندنا قلنا هنايا جازو زوج قطرات ولا قطره، ومن الفوق زوج قطرات ولا قطره، تحرقوا في لاشومبر. كي تحرقوا في لاشومبر يديروا بالدخان، الدخان هذاك خفيف مع لالين طويله تاع الطوموبيل، ماكش راح تشوفوا هذاك الدخان خاطر ماشي كثيف. و اون مارشون زعما مشيت 1000 كيلو 2000 كيلو حسب انت شحال من قطره، وهذيك القطرات كاع تجمعهم راح تولي لك نص ريت لا ريت لا ريت لا ونص، ديبو كل طوموبيل وشحال تاكل. ليسونسيال الزيت تنحرق في لا شومبر دو كومبيسيون، مادام تحرقت كاين دخان، بصح دخان ماشي كثيف، تسمى ماشي قوي قوي بزاف هذاك الدخان باللي تشوفوه بالعين. بصح لو كان تعسو وتريح مور طوموبيلتك ودير الضو تشوف شويه دخان هكذا يخرج تاع زيت. وان شاء الله نكون جاوبت على السؤال هذه تاع تاكل زيت بصح ما تدخنش. والسلام عليكم ورحمه الله.